صرنا زي غزة، ثلاث ساعات تقطع، ومكرر هذا الكلام يعني يوميا صار انه تقطع ثلاث ساعات تقريبا. طب انت كمواطن بتدفع مسبقا لشركه الكهرباء؟ نعم صحيح. طب ليش بتدفع؟ انت شو ذنبك بالقطع؟ هذا السؤال بتساله للدوله الحكيمه. حقيقه انه في مشكله بالنسبه لموضوع الكهرباء، قطع التيار الكهربائي كان مؤلم. طبعا هذا شيء بياثر بشكل كبير على البلد وعلى المحلات وعلى البيوت وعلى الاجهزه الكهربائيه. طبعا انحرقت اول شيء ثلاجه لدار ابني، هلكيت عندي تلفزيون انشطب من نصه. بياثر من ناحيه الضوء، من ناحيه مايكروويف. هلا في عندنا مطاعم تتاثر في البلد. بنحكي عن اهالي، بنحكي عن تجار، بنحكي عن محلات تجاريه، مصانع. هي المشكله مش في شهر مره، هي صارت في الحم تطفي، في البرد تطفي، في المطر تطفي، في خلل في الكهرباء. يعني أثر على حتى علاماتهم، على دراستهم، على مرضوا يا رجل مرضوا. الكهرباء في ناس بدفع وفي ناس ما بدفع، فالأغلب ما بدفع، فعشان هيك بطفوا الكهرباء. كان زمان عدادات للبلدية، الناس ما كانتش تدفع، بس بدفع المسبق أول بأول الكل بدفع. إسرائيل ما بمدنا بالطاقة اللازمة. هو حجة شركة الكهرباء إنه من القطرية الإسرائيلية. لا، الخلل في الشركة، هذا خلل عند شركة الجنوب، خلل في الإدارة، خلل بالموظفين. المسؤول المباشر عن التيار الكهربائي هو شركة كهرباء الجنوب، بغض النظر عما يقولوا أو يسوقوا إنه الخلل جاي من المصدر، من عند الشركة القطرية. ما بعرف شو العلة اللي عندهم. أصبحنا إنه شركة كهرباء تجبي منا الفلوس من المواطن، وخدمة غير متوفرة ومنقطعة باستمرار. مشكلتهم ما هي مشكلة دفع، هاي كلها من الأحوال الجوية. سمعت بقول من محاولات، في محاولات صيانة، بس صيانة لا يعني يوم اثنين، مش على طول. بقول لك أحمال ومش أحمال، هذا كلها حكي فاضي لأنه ما في أحمال. في مناطق ما في عندها خلل بالمرة وشغال الكهرباء عندها 100%، بس احنا عندنا بالجنوب اكيد في ظلم وفي تلاعب بموضوع شركه كهرباء الجنوب. كل بلد بتخرب فيها، ما فيش يعني ولا بلد الا بخرب فيها. والله الشكوى لغير الله مذله، يعني هم احرص منا على حاله المواطن. بقترح تشكيل لجنه، وهي اللجنه يكون جزء فيها خبراء لهم علاقه في موضوع الكهرباء، نشوف بالضبط الخلل وين. هل الخلل حقيقي في موضوع الشركه القطريه في الامدادات؟ هل الخلل انه شركه كهرباء الجنوب ما بتقوم تسديد الالتزامات اللي عليها للقطريه؟ فيجب تشكيل لجنه، هاي اللجنه تقوم بدور حقيقي في عمليه وين الخلل بالضبط. اذا كان الخلل في كمية الكهرباء اللي بتوصلنا بناء على اتفاقيات سابقة، يجب أن يتم وضع خطط مستقبلية وخطط طارئة لحل الإشكالية الموجودة. فإحنا بنتمنى من المواطنين أن نقف يد واحدة وننسحب من شركة كهرباء الجنوب، ونكون نشكل لجان من المواطنين من جميع القرى لحل هذه المشكلة مع القطرية مباشرة. يعملوا صيانة مبكرة في الصيف حتى ما يعرضوا المواطن لهي الانقطاعات المتكررة. وإذا مش قادرين إنهم يخدمونا ويعطونا الخدمة اللي هم أخذين حقها، يسكروا محلاتهم ويسكروا دكانتهم. يعني هذه كارثة إنه الواحد يضل بلا كهرباء، مزبوط ولا يا عمي؟ لا، إيش بدنا يفكر؟ بنرجع إذن على الضوء من زمان على لوكس الكهرباء، وشكرا لك.